يقول إذا تيقن موته أغمضت عينه. أول شيء يفعل مع الميت أنه تغمض عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا خرج تبعه البصر. سبحان الله، عندما تخرج هذه الروح يتبعها البصر، ينظر إليها، كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبعها البصر. سبحان الله، ما يراها أحد إلا الميت، يرى روحه وهي تخرج فيتبعها. ولذلك جل الناس الذين يموتون إذا ماتوا في وعيهم ينظرون إلى الروح وهي تخرج، تراه يفتح عينه وروحه تخرج، فيسن إغماض العين لأن البصر يتبعها. وأنتم تبصرون خروج الروح. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية عندما تخرج أرواحنا من أجسادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته.